الو، ايوه انا المعلم دونجل. انت اللي مين؟ فنجري؟ فنجري مين يا عم؟ الله، امال مين اللي مات؟ هي كانت لعبه وفاتت على الكل. اصل سعاده البيه حس ان الزلمه اللي اسمه فتوح عم بيبرم ويلف ويدور، بده يعرف مين هو سعاده البيه، وما ارتاح الا لما عمل الملعوب الكبير وضحك على الكل وقال ان انا اتقتلت. شو لك ها؟ وين سلطان؟ ايه طيب، على العموم بلغوا ان فنجري رح يتصل فيه تاني. اوه، مالك دخل انت دنقل بهيك مواضيع؟ بلغوا اللي قلت لك عليه وخلاص. ليش عم تحكي كثير يا زلمه؟ ايه خلصنا بقى، مع السلامه. يلا مع السلامه. تفتكر دخلت عليه؟ وعلى مو وحياتك يا معلم. براو عليك، بس انت قلدت صوت فنجري زي ما وصفته لك بالظبط. الله يخليك يا معلم. لا مؤاخذه، هتصل بيه تاني امتى؟ لا، احنا نسيبهم متبرجلين كده كم يوم. لحسن المعلم سلطان يتصل بحد من طرف سعاده البيه. المعلم سلطان لا يعرف نمرة سعاده البيه ولا حد من طرف سعاده البيه. فاهم يا بلاجة؟ مرحبا يا معلم. هو انت معلم؟ جبت يعني كاميرات وضربتها المعلمه سمانه؟ كله تمام يا معلم، ووصلتها. امال دونجل فين؟ جوه معلم بيتكلم في التليفون. طيب روح انت وروح على المخزن، يمكن يكون حسب محتاج لكم. يلا حاضر معلم. يلا حد اتصل؟ والله يا معلم ما عارف اقول لك ايه ولا اجيبها لك ازاي. ما انت يا واد ايه اللي حصل؟ ما انا خايف اقول لك يا معلم تقول عليا اتجننت وتطلب لي بتوع مستشفى المجانين يجوا ياخدوني. لا ده انا الظاهر هطلب لك بتوع مستشفى المجانين من قبل ما تقول اي حاجه. مين يا واد اللي كان على التليفون؟ اقول لك يا معلم، بس جمد قلبك بقى قبل ما تعرف مين. بتقول ايه يا روح امك؟ اجمد قلبي؟ من امتى هاد المعلم سلطان كان قلبه مش جامد؟ انت مين كان على التليفون؟ فنجاري يا معلم. يا عم يا اخويا، زي ما بقول لك كده يا معلم، فنجاري. يا فنجاري مات وشبع موت. هو ده اللي خابل لي مخه يا معلم من ساعه ما جالي التليفون ده، ولما حاولت استفسر منه وافهم قال لي ان ده شغل عامله البيت كبير لما عرف ان فتوح عايز يوصل. كمان فتوح كان عاوز يوصل له؟ لا 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 لا، دي الحكايه كبيره قوي. اه دونجل. اه معلم. اهدى بقى كده وركز معايا، ها؟ وعاوزك تقول لي كل الكلام اللي اتقال ما بينكو بالكلمه. كل شيء جاهز يا سلطان. جاهز ايه انت كمان؟ انتوا عاوزين تجننوني؟ ما تتحماش قوي كده. وما تحماش ازاي انت رخرة؟ الله، اذا كان الراجل صورته طلعت في الجورنال ومكتوب انه اتقتل، حتى سعاده البيه جابوا واحد بداله. تلاقي سعاده البيه ده دماغه كبيره قوي، لعب على الكل. طب وصوره فنجري اللي في الجورنال؟ يا سلام، تحب احط لك صورتك بكره في الجورنال انك مت؟ يا شيخ غفر الله ولا فالك، ليه كده يا سماره؟ ليه كده؟ الله الله الله، انت عاوز تموتيني ناقص عمر قبل ما تتهني بيا. ما مالك يا سلطان؟ ما انت مش مصدقني. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. معقول؟ معقول الميت يصحى ويتكلم كمان في التليفون؟ معقول؟ هو الواد اللي اسمه دونجل قال لك انه سمع صوته؟ اه، قال لي هو صوته تمام. خلاص، يبقى الراجل ده لا مات ولا حاجة. هو هيتكلم تاني؟ قال هيتكلم. خلاص، مستعجل على ايه؟ على رأي المثل، يا خبرة النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. لا، انا بقى عندي فكرة تانية هتأكد منها. فكرة ايه يا سلطان؟ افندم، اي خدمة؟ الست نانا موجودة. ناني مين؟ الست نانا اللي ساكنة في الشقة دي. احنا ما عندناش حد بالاسم ده، بطلوا بقى.
قلنا يا ريس. أوامرك يا سعادة بيه. يا ست ناني راحت فين؟ الست ناني عزلت منين يا سعادة بيه؟ عزلت إمتى؟ أيوه يا سعادة بيه من إمتى أسبوعين كده؟ طب قلنا يا ريس في حد عليه قيمة يعني بيجيلها؟ أيوه يا سعادة بيه، جوزها اللي كان مع عبد الله الشحة مفروشة. حلو، معرفش اسمه إيه؟ اللي يعرف اسمه يا سعادة بيه الراجل اللي مأجر له الشقة. وانت ما شفتوش؟ مين هو يا سعادة البيه؟ جوزها. ما بشوفوش يا سعادة البيه إلا كل أول شهر أما بيجي يدفع لي الإيجار. طيب ما تعرفش تجيب لي نمرة تليفونه؟ هو عدم لمؤاخذة يعني عايز تأجر الشقة مفروشة يا سعادة البيه؟ عليك نور. ساعتها بقى هبقى أشوفه. ما أنت شفتني أهو، ربنا يديك الصحة والعافية يا سعادة البيه. يا عم زيادة الخير خيرين. ربنا يخليك للخير يا بيه ويديك العافية والصحة. ركز كده وانا هبقى عدى عليك. ماشي يا سعادة بيه وانا استناك. ماشي، سلام. سلام يا اخويا. كنت فين؟ كنت تحت بدي سعد الغدا. هو مش خلاص خف؟ يبقى مالوش وقعد هنا. اهو كان تحت بعيد عن عيون البوليس. تبقى غلطانه. ايوه هنا خطر عليه، البوليس بينطني كل شويه. امال انت عايز يروح فين يا سلطان؟ هيروح يعيش هناك في القرافه مع حسن، هناك امان محدش هيعرف مكانه. ما هم بيخرجوا من هناك وبيجوا المخزن هنا. المخزن ده انا هغيره. نحس ان اليومين دول لبش. دي حتى ناني سابت الشقة اللي كانت فيها. ما تعرفش راحت فين؟ سيري هعرف. هما مالهم الأيام دي قلبين عليك ليه يا سلطان؟ محدش عارف ظروفه. أوعى تكون زعلته؟ أنا عمري ما زعلت سعادة بيه. أنا بقى اللي عاوز أعرفه إذا كان حقيقي ولا أونطة. هو فنجري. هو مش دونجل قال لك إن هو سمع صوته؟ وإيه يعني إذا كان سمع صوته؟ محدش يعرف حقيقته غيري. ازاي؟ لو كنت انا اللي رديت عليه كان في سين بيني وبينه. اعمل لك حاجه تشربها. سيبيني دلوقتي، دماغي مدروسه حاجات كتير عاوز استفها. براحتك. لا إله إلا الله، أنتم السابقون ونحن ملاحقون. كل نفس ذائقة الموت. نورت التراب يا ريس دونجل. ربنا نور قبرك يا عم حسن. والله العظيم أنا من زمان كان نفسي أجيبك التراب دي وأقعدك فيها تنورها. الله يكرمك يا معلم، منورة بوجودك. اللهم إحنا ننام فين؟ إيه اللي هننام فين دي؟ ما هو ريشنا عم فروش يا معلم سعد. معلش اصل المعلم سعد خد على مضيافه المعلم ومخدات المعلم واكل مرات المعلم، بس الكلام ده مبقاش ليه لازمه دلوقتي، ولا انت شايف انه لسه ليه لازمه؟ انت شايف ايه يا ريس دونجل؟ انا ما شفتش حاجه، ما لحقتش اشوف، انا بنفذ اوامر المعلم عمياني كده يا عم سعد. انا كنت لسه يا دوب بحضر عشاء. ما تعملش حساب انا حسن. ليه؟ الله دي حاجه مفتخره. ماليش نفس. بس المعلم سعد المؤاخذه يعني خد على الاكل البيتي. عندك حق والله، اصل انا ما بتكيفش غير من طبيخ البيت نعمان. الله الله الله، وطبيخ المعلمه سماره ما بيكيفكش؟ ده لو سمعت الكلام ده هتزعل قوي. ده حكايتك ايه النهارده يا دونجل؟ جاي مزاجك عالي علينا وفارد جلوعك. انت هتسهر معانا الليله دي؟ لا يا عم حسن، انا مش بتاع السهر. أنا جاي أوصل المعلم سعد لمتواه الأخير. طب يلا عشان أقفل وراك. هتقفل ليه يا حسن؟ هيتسرق منك إيه يا معلمة؟ أنت في تربة يعني، ما أنتش نايم في قبر المعلم خوف. وأنت من أهل يا دونجل. ربنا يكرمك يا رب. نورت يا حبيبي. منورة بوجودكم. الله ينور قبرك دايما يا دونجل. الواد ده بيرمي عليك بكلام يا سعد. يا سيدي. يعني هو من امتى ما رماش؟ لا هو المرة دي بيرمي في حتة خطر حبتين، يعني هتكون أخطر من اللي احنا فيها دي. أنا جسمي مهمد وعايز أرتاح شوية. بدري كده؟
اعمل ايه؟ اصلي تعبان. يا حلو يا حلو يا حلو يا حلو حلو يا لما تسفالي انا وانتم واللي في بالي حلاوتها لما تسفالي انا وانتم واللي في بالي بقالي وفقي مرغوبي وكفاء وجه محبوبي والباقي كله يتساوى يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوتي دنيا يا حلاوة يا حلاوة. فول مرنش صباح الفل يا معلمة. يا عم جاوب على السؤال الأول. لو رن معلم كنت قلت لك. وبعدين إيه الحكاية ملعوبة ولا إيه؟ هنعمل إيه بقى يا معلمة؟ نخنخت يا جمل وما طولتش قامت. ما فيش فايدة يعني دور لنا على كار تاني. معلش يا معلمة بكرة تفرج والصبر طيب وجميل. ما احنا قعدنا يجي شهرين بعد ما فنجري مات وبعد كده بقت زي القشطة اهو. يا عمي ما انت بتقول ان فنجري ما ماتش. التليفون رن يا معلم اروح ارد. استنى انا اللي هرد المرة دي. اوعى اوعى. الو سمارة ايه؟ حاضر اول ما اشوفه هبعتهولك. عاوز حاجة تانية؟ طب مع السلامة. خير يا معلمة. الواد عينه بقى فين؟ راح هو الواد مضحكة وضبه المخزن يا معلمة. مش هيعلو حد عشان سمارة عايزاه يجيب لها الخضار واللحمة. عينا معلم. قول لي يا قلب هو الواد بلاجه ما ظهرلوش اي اثر ابدا يا معلم؟ اكيد لابد مع فتوح. يا ترى بيوضبوا لنا ايه يا معلم؟ الدنيا ملخبطه اليومين دول اخر لخبطه. الواحد مش عارف ليه مين ولا مين. لومي ما يكونش ياض ده ذنب النسوان اللي انا طلقتهم. والله يا معلم بقى بصراحة كده يعني كان أدامهم علينا زي الفل وما كناش نلحق نخلص البضاعة ونلاقي سعادة البيه لحقنا بالطلبية التانية. صحيح يا معلم النسوان دي أقدام. خلاص لم نفسك يا دونجل بقى أنا مش رايق لك. ازيك يا بلال؟ ما أنت قاعد اتنيلت استخبيت فين؟ ازيك يا ناس حسن؟ قول لي المعلم أخباره إيه وفين أراضيه دلوقتي؟ طمن المعلم آخر تمام. ما فين المعلم سعد؟ يا مرحبا بلاجة انت فين اهو؟ وحشنا يا معلم. انا قلت اكيد مع المعلم فتوح. انا اقدر اسيبه؟ طب هو فين دلوقتي ولا دي اسرار؟ ولا اسرار ولا حاجه وما اقدرش استغنى عنكم بس يعني كل حاجه تعرفوها في وقتها. طب وانت ايه اللي حدفك علينا؟ الله احنا ما صدقنا ان انت قمت والحمد لله وبقيت سليم. ايه ده؟ مين اللي قال لكم؟ عيب يا معلم كل اخباركم عندنا. الله يعني كده عرفتوا الخناقه اللي كانت في بيت المعلم بيومي؟ وبالاماره المعلم دونجول خلص على كل رجالته. ده انتوا كده اجدع من الحكومه. ايه انت عارف المعلم فتوح شغله دايما على ميه بيضا. اشرب شاي. اه لا معلش انا لازم استاذن بس انا كنت جاي اسال سؤال كده وماشي. سؤالك ولا سؤال المعلم فتوح؟ وانا استغرب برضه اسالك يا معلم سعد. طيب وايه هو السؤال؟ معلم فتوح بيسال انتوا معاه لسه ولا مع المعلم سلطان؟ وده اسمه كلام برضه يا بلاجه. احنا طبعا مع المعلم فتوح. هو ناوي يبتدي الشغل انت؟ هو بيوضب نفسه وبعت لكل واحد فيكم 200 جنيه. وايه المناسبه؟ عربونا اي شغل. الله. طب احنا من امتى لما بنشتغل مع المعلم فتوح بنقبض عربون في الاول؟ لا انت ترجع له الفلوس دي يا بلاجه اقول له ما يصحش اللي بيعمله ده. ارجع له الفلوس يا بلاجه هيزعل وساعتها يفتكر انه احنا قلنا لك اللي فيها يا بلاجه. طيب احنا ما يخلصناش زعل المعلم فتوح. هذه الفلوس يا بلاجه.
مالك يا سلطان؟ قاعد مساهم كده ليه؟ امسك. قصدي خايف يا سمارة. خايف من ايه؟ خايف من سعد وحسن. هو انت كنت اتأكدت من حاجة عشان تخاف منهم؟ لا، بس عرفت ان فتوح بعت لهم الواد برجع. الواد عنا بقال لك ان هم خرجوا معاه؟ لا. يبقى خلاص خرج وقف يقمر عيش. ايوه حبيبتي، بس مش جايز يكونوا اتفقوا على حاجة. ابعت هاتهم واتكلم معاه. شفت بقى، لو كنت سمعت كلامي من الأول وجبت سعد يقعد في المضيافة معنا تحت هنا، ما كانش حد استجرى يقرب ناحيته. طيب ما هو كانوا هيوصلوا برضو لحسن. كنا جبنا حسن كمان. نجيبه فين؟ هنا؟ ايوه، عشان مراته تعرف وكل شوية تنط عندنا وفي الآخر يشبهونا والبوليس يعرف مكانهم. هو الراجل اللي بيخلص الفيلا ده هيخلصها امتى؟ لو ايه اللي دخل الفيلا في الموضوع يا سمارة؟ كنا جبناهم يقعدوا معانا فيها. يقعدوا معانا في الفيلا؟ اه، فوق السطوح وتحت في البدرون. صدقي والله فكرة يا سمارة. هو قال لك هيخلصها امتى؟ قال لي اديني شهر كمان. ليه؟ ده راجل موكوس بيبني لنا سراية عابدين. بس الأهم من ده كله يا سمارة حبيبتي، عاوز أعرف ايه اللي تم بينهم وبين الواد بلاجة. تفتكري هيتكلموا معايا بصراحة؟ طبعا هيتكلموا معاك بصراحة. هو الشغل فيه غصبانية، وبعدين ما تنساش ان انت عملت لهم كل خير. اديك الشاهد انا كنت بعملهم ازاي. بس بصراحة هما كمان بيشتغلوا معاك زي رجالتك واحسن كمان. ايوه حبيبتي، بس الخوف من فتوح. فتوح مش هيسيبهم في حالهم، هيفضل يزن عليهم. بس ما تنساش برضو ان سعد كان في يوم من الايام معلم وليه كلمة وبيحترمها. اه، وما تنسيش برضو ان سعد طول عمره شغال مع فتوح. وانت كمان ما تنساش ان سعد شال عنك بلوى قد كده لما خبى الحشيش. كفاية ان هو فدى روحي لما خد الرصاصة بدالي لما المعلم بيومي كان عايز يقتلني. اه، ايوه عندك حق حبيبتي، عندك حق. بس برضو الواحد لازم ان يبقى حريص عشان يعرف الضربة جايله منين. سلطان، أنا سمعت تخبيط تحت، يظهر إن الرجالة وصلت. طب انزلي افتحي له بنتي المضيافة وشوفي وشهم إيه على ما يلبسوا هدومي. هما هيتعشوا هنا؟ والله ما اعرفش المسألة دي هتبقى ازاي. لا، ما انت لازم تقول لي عشان اعمل لكم حاجة قبل ما اخرج. انا مش قلت ما تروحيش الكباري لوحدك؟ خلاص يعني، خلص وبقى حصلني. سعد، ازيك يا سعد؟ الله يخليك يا ست الكل. امال الحسن فين؟ راح فات على مراته اداها شيء وجابه. مش اكتر من انت وحشاني يا سمارة. معلش هانت لحد ما نحقق اللي اتفقنا عليه. انت عارف ايه اللي مصبرني؟ ايه يا حبيبتي؟ انك هتيجي تعيش معايا في الفيلا. معقولة؟ طب وانا اعيش معاكوا ازاي؟ هتعيش معايا وحسن ومراته كمان. هخليهم يعملوا لك فوق سطوح حتة أوضة وحتة حمام شرح، وحسن ومراته بكره. ده يبقى من حظنا يا سمارة. ومين عارف؟ يمكن الفيلا دي كلها في يوم من الأيام بقى بتاعتنا لوحدي. فيلة مين؟ أنا مش مهم عندي الفيلة، ده أنا أعيش معاك إن شاء الله في عش، هكون أسعد بني آدم. المهم أنا وأنت نبقى مع بعض. يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حسن. أمال المعلم فين؟ المعلم كان بيلبس ونزل لكم دلوقتي حالا. بيلبس؟ أعمل لكم حاجة؟ أعمل لنا كوبايتين شاي. ليه؟ وانا ماليش نايم ولا ايه؟ خليهم ثلاثة يا سمارة. لا ازاي بقى يا معلم، ده انت البركة.
واقفين ليه؟ ما تقعدوا. قولوا لي عاملين ايه في السكن بتاعكم؟ وصحيح رجاله انا عارف انه يعني السكن مش اللي هو، بس هنعمل ايه؟ الضروره ليها احكام. والله يا معلم اللي ده مرات السجن يهون عليه اي مكان تاني. عندك حق يا سعد، عشان كده فتوح ما طاقش يستنى فيه وهرب. على فكره يا معلم النهارده بعت لنا الواد بلاجه. زيمة كان عاوز ايه منكم؟ عايزنا نشتغل معاه. شوفوا بقى يا رجاله، انا عمري ما غصبت حد انه يشتغل معايا، وانتوا الاتنين لما فتوح دخل السجن عرضت عليكم انكم تشتغلوا معايا، لو كنت رفضتوا ما كنتش هزعل، ودلوقتي بقى بقول لكم انتوا احرار. والله يا معلم المعلم فتوح نفتكر له كل خير، طول عمره راجل مجدع وصاحب صاحبي، بس الحقيقه الشغل معاه بقى خطر يا معلم، يعني لو وقع هو هنكر كلنا وراه. وانت سعد؟ انا موافق على كل اللي قاله حسن. يعني انتوا ناويين على ايه؟ ناويين على ايه يا معلم بعد ما حطينا ايدينا في ايدك واشتغلنا معاه؟ انا برضو قلت كده، بس كان لازم اسمع كلامكم، اصل اللي بيشتغل في الكار بتاعنا ده كلمته ما تتغيرش ابدا حتى لو حطوا السيف على رقبته. بس انا معلم شايف الشغل نايم اليومين دول. تسمع اخبار كويسه. انا ليه مش عارف حاسس كده ان سعاده البيضه بطل يتاجر في الصنف. ما تقولش كده يا حسن، ده كلام يبدو اللي يشتغل في الكار بتاعنا ده ما يقدرش يسلاه ابدا، ما يقدرش يغيره ابدا، يا زي وزي الزبون اللي ما يقدرش يبطل الصنف، التاجر الاخر ما يقدرش يبطل يتاجر فيه. اتفضل. ايه ده؟ بسبوسه وكنافه ما شاء الله، دي سماره يعني متوصيه بيكوا على الاخر. واحنا كمان برضه ملناش بركه غير الست سماره. قلت لهم يا سلطان ان هم هيجي يعيشوا معانا في الفيلا. ها حقيقه دوله الباشا المعلم صالح قايم بشغله كويس قوي. قايم بشغله كويس قوي معاك ولا مع الحزب؟ هو انا ليا بركه الا الحزب بتاعكوا يا عبد المجيد بيه؟ لا يا صالح لا، الحزب ده مش بتاع عبد المجيد بيه ولا كريم بيه ولا انا، الحزب ده حزب الشعب. مظبوطه سعاده الباشا. طب ايه رايك بقى يا صالح ان في ناس شافوك في اسكندريه ماشي بتهتف مع مرشحين الحزب المنافس؟ ده كلام سليم يا عبد المجيد بيه. ازاي بقى كلام سليم يا صالح؟ امال احنا بندفع لك الفلوس دي كلها عشان ايه؟ مش علشان تحضر المؤتمرات بتاعتهم وتبوظها لهم؟ انا غرضي يا سعاده الباشا اخش في زواريهم عشان اعرف هما بيشتغلوا ازاي، حتى بالاماره قلت لكريم بيه على كل اسرارهم. الله، وما قلتلناش ليه يا كريم بيه علشان تنورنا؟ انت بتصدق كلام الواد الاونطاجي ده؟ ده انا بلغني ان هو وكريم ليلات بيسهروا في كباريه بيت الرقاصه اللي اسمها سمار. ايوه ايوه دوله الباشا. بس سعادتك عارف ليه؟ احنا بنقعد نرسم سياسه الدعايه بتاعت المرشحين بتوعنا في الكباريه. في الكباريه يا كريم؟ الله، جرى ايه يا عبد المجيد بيه؟ ايوه في الكباريه، علشان ما حدش هناك بيعرف احنا بنقول ايه. ما تقول لهم يا صالح. كلام سعادتك مظبوط، هو ده اللي بيحصل بالظبط. انا ما يهمنيش يقعدوا في اي حته، يقعدوا في كباريه، يقعدوا في قهوه، ما يهمنيش، المهم في الاخر النتيجه تكون في صالحنا. ايوه كده يا سعاده الباشا، المهم النتيجه. انت بتصدقهم يا فهم باشا؟ دول بيقعدوا على ترابيزه واحده مع البيت الرقاصه وامها، بيفكروا بقى في انهي دعايه؟ دعايه على واحده ونص. طب تصدق يا عم جيب بيه؟ سماره دي لو رقصت في اي مؤتمر انتخابي يبقى الحزب هيكسب 100%. ايه راي دولتك في المسخره دي يا باشا؟ والله انا من رايي يا عبد المجيد بيه ان احنا نجرب كل انواع الدعايه ونشوف انهي فيهم اللي هيكون لها تاثير قوي على الناس. يبقى اسمحوا لي بقى ان ابلغكم ان انا مستقيل من الحزب ما دام الامور وصلت للمستوى المتدني ده. لا 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 لا، ايه الكلام اللي بتقوله ده يا عبد المجيد بيه؟ يا دولة الباشا، عبد المجيد بيه ناسي المبدا اللي بيقول الغايه تبرر الوسيله. انهي وسيله يا كريم؟ بالمستوى ده؟ سعاده الباشا قال نجرب كل حاجه،
احنا يعني هنخسر ايه؟ يا سلطان مش كريم بيه عايزني اشتغل معاه في الانتخابات؟ وان شاء الله هتشتغلي معاهم ايه؟ هتمشي وراهم تهتفي وتقولي ابن الدايره كريم بيه. لو انت الصادق همشي وراه ارقص له. ترقصي؟ ما شاء الله 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 وربنا دي احسن نكته سمعتها. اول مره اشوف انتخابات على واحده ونص تهدي. طب ايه رايك بقى انها مش نكته؟ ولو مش مصدقني روح اسال. اقول لك يا سماره، الراجل ده زودها قوي وابتدى يلف في ديله حواليكي، لكن قسما عظما لو ما بعد عنك لخليه يندم على اليوم اللي شافك فيه. الله الله الله، ايه يا اخويا الكلام اللي ليه لا طعم ولا لون ده؟ انت نسيت نفسك يا سلطان؟ انا مش قلت لك مليون مره قبل كده ما تتدخلش في شغلي؟ ده لو كان شغل يا حلوه، بس ده مش شغل، ده جر رجل. لا يا حبيبي، ده شغل وبفلوس كتيرة كمان. وبعدين ده أنا سمارة اللي محدش يعرف يضحك عليها أبدا. يا سمارة افهمي افهمي، الأصناف اللي زي دي ما يهمهاش الفلوس، كل اللي يهمها إنهم يوصلوا للي يحرجموا عليه وبس. لكن لا لا، لازم يفهم إن مش كل الطير اللي يتاكل لحمه، لازم يفهم ان انت دلوقتي في عصمة راجل الدنيا كلها بتخاف منه. انت يا اخويا واخدها على كرامتك قوي كده ليه؟ هو الراجل يعني كان غلط في ايه؟ وبعدين انت عارف ان انا مش سهلة، مش اي حد يعرف يلمس مش شعرة مني. طب واحنا ايه اللي خلينا نجري ورا وجع القلب ده كله؟ ما نبعد عن الشر ونغني له، واحنا ناقصين مشاكل. تقصد ايه يا سلطان؟ اقصد يعني انت حينوبك ايه من ده كله؟ واذا كان يعني على اللي بيطلع لك من الزفت الكباريه ده يا ست ولا همك، انا اديهملك. قول كده يا حبيبي بقى، كل اللف والدوران ده يعني عشان يا اخويا تقعدني من الرقص؟ لا لا، انت فهمت غلط. ارقصي ارقصي يا حلوه زي ما انت عايزه، ارقصي بس الأصيل أنا لوحدي وبس. يا مصيبتي، مخك يا أخويا فوت. أنا شايفة بقى إنك تروح تعمل عمرة وبعدين نرجع نتكلم تاني من الأول. أعمل عمرة؟ الله، أعمل معاها إيه دي؟
مقدارك ومخلي جوزك شبرين. انا زعلانه يا ام، زعلانه على بختي الاسود. يو بختك الاسود مع مين بالظبط يا سمار؟ مع سلطان. هو في غيره؟ سلطان انت عبيطه يا بنت، هو الراجل مخليكي عايزه حاجه ناقصك حاجه؟ ده انت تحمدي ربنا وتبوسي ايدك وش وضهر، ولا انت عايزه ايه؟ ناقصك بس تقرطسيه؟ بقولك ايه، فضيحة سيرة الحب والزفت ده. امال انتي ما فضيتيها السيرة ليه يا ام؟ يخيبك يا سمارة، بقى يا بنت عايزة اجيب المعلم سلطان، المعلم سلطان للمنايل المدعوسة ابوكي. بقولك ايه يا سمارة، انتي واخدة اجدع شنب في الحتة، اي مرة تتمنى ضفة الرجل الصغير. تقولي ايه بقى؟ معلش القلب وما يريد. يا حبيبتي افردي بقى المعلم سلطان شم ريحة القلب وما يريد ده، هنعمل ايه؟ لا هيبقى فيه كبير ولا هيبقى فيه صغير. ليه يا ام؟ انتي عارفاني اي نعم بحب، لكن ديلي طول عمره هيفضل طاهر وانتي عارفة كده كويس. طب واخرتها يا سمارة؟ اخرتها زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، كل واحد فينا يروح لحاله. هقاو تخيبة في خيبتك يا سمارة. يبقى انت يا بنت ما تعرفيش المعلم سلطان. المعلم سلطان ما فيش مرة تسيبه، هو لما يكون عايز يسيب مرة يقول لها يلا على امك، لو تسيبه عشان ايه؟ عشان راجل تاني، ساعتها يا سمارة الدم هيبقى للركب. اسمعي كلام امك يا بنتي، ابعدي عن الشر وغنيله، ولو قدرتي تتحزمي وترقصي كمان ارقصي. Thank you.
مالك يا معلم؟ معلم معلم سلطان ايه في حاجه جنبك؟ لا يا معلم مفيش، اصل بقالك كام يوم يعني حالك مش عاجبك. ناقصك انت كمان يا سيارك. ليه بس يا معلم؟ روق كده يا معلم وما تشلهاش هم، ده انت الكبير يا معلمه، ومن حق الكبير يتدلع والصغير يتراضى وكله هيبقى زي الفل يا معلم. بس انت روق كده وتبات نار تصبح رماد، وبكره التليفون يرن والشغل هيبقى اخر فل. ايوه ايوه دوب. انت قلت ايه؟ قلت التليفون هيرن والشغل هيبقى اخر فل. لا مش دي اللي قبلها. تبات نار تصبح رماد يا معلمه. نار عجباني قوي كلمه نار دي. ايه الحكايه يا معلم بالظبط؟ اقول لك يا دوب، انا عاوزك تفتح ودنك كويس وتركز قوي معايا على اللي هقوله لك ده. اسمع يا سلطان، انا مش عايزه اي مشاكل الليله دي مع الزباين في الكباريه. يعني عايزاني اشوف الناس بتترازل عليكي واسكت يا حبيبتي؟ مالكش دعوه انت، ده بيحصل يا اخويا في كل الكباريهات، وانت شايف انا بتعامل معاهم ازاي. ماشي خلاص، قولي لكريم ده يخف عنك شويه. يوه هو الراجل كان عمل حاجه؟ ده ليلاتي بيدفع فلوس قد كده في الكباريه، ولا انت عايز تطفشه؟ في يا سمارة؟ ما قلتلك مليون مرة أنا ما يهمنيش الفلوس. كفاية يا راغي هنتأخر، النمرة الأولانية زمانها ابتدت، أحب أبشر الشغل بنفسي. ماشي، اتفضلي. اتفضلي. ميرسي. بتاعك ده، تعالي 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 تع